بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نستأنف مع هد التمارين. طبعا رأينا فيما سبق لو باسي كومبوزي افيك افوار. طبعا للحصول على لو باسي كومبوزي كما قلنا اننا نصرف لو فيرب افوار في البريزون ثم يتبع بلو بارتيسيباسي الخاص بالفعل فنحصل على زمان مركب. طبعا نصرف لو فيرب افوار في زمان بسيط، مثلا لو بريزون كما راينا سي ان طون سامبل، لان الفعل يصرف وحده لا استعمل معه مساعدا اخر. لو بريزون سي ان طون سامبل. ممكن في حالات اخرى يمكن ان نراها فيما بعد لو فيرب افوار ممكن انه يصرف مثلا في لامبارفي ثم يتبع بلو بارتيسيباسي الخاص بالفعل فنحصل على زمن اخر مركب. وطبعا لامبارفي ايضا سي ان طون سامبل، هو زمن بسيط يصرف فيه الفعل لوحده لكن له نهايات خاصة، تختلف مثلا عن التي في البريزون. إذا طبعا فنحصل على زمن مركب، من لو فيرب افوار في لامبارفي زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه في هذا الزمن المركب اللي هو لو بلوس كو بارفي. هذا من جهة كإشارة. هاد نفس لو فيرب افوار اللي تيتبعو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ما للحصول على زمن مركب لهذا الفعل اللي خدينا منه لو بارتيسيباسي، هاد الفعل اللي هو لو فيرب افوار يمكن ان يتبع باسم فيفيد الملكيه. ممكن انه يفيد الملكيه في البريزون عندما يصرف في البريزون، ممكن انه يفيد الملكيه في الماضي عندما يصرف مثلا سواء في الباسي كومبوزي ويتبع باسم، او يصرف مثلا في لامبارفي فيفيد مثلا العاده. جافي اون فواتور، يعني كانت عندي سياره مثلا. جي اون فواتور، يعني عندي سياره الان. جي اون فواتور، يعني كانت عندي سياره لكنها في الباسي كومبوزي. جافي اون فواتور، طبعا نتكلم عن سياره ان كانت عندي، كما نتكلم عن عاده هنا. طبعا راينا ايضا لو باسي كومبوزي افيك اتر بنفس الطريقه. لو فيرب اتر ممكن انه يتبع باسم، ممكن انه يتبع ادجيكتيف عندما نريد ان نصف شخصا، لان لو فيرب اتر كما قلنا انه يعني الكينونه. عندما نقول كان المقصود انه كان موجودا بهذا الشكل، او كان موجود بهذه الصفه، او كان موجودا بهذا الحال. نتكلم عن كينونه الشيء او كينونه الشخص. لو فيرب اتر ممكن انه يتبع باسم، مثلا نقول كما قلنا فوزيت ان نيرو، انت بطل. فوزيت ان نيرو او بيان توي ان نيرو، انت بطل. اذا نقول عن هاد فو او نقول عن هاد توي بان كذا، بان بطل. ممكن ان لو فيرب اتر يتبع باسم، ممكن انه يتبع مثلا ادجيكتيف، ممكن انه يتبع بكلمات اخرى. نقول مثلا نوسوم اون نيتا داليرت، نحن في حالة استنفار مثلا. نصم اون نيتا داليرت، نحن في حالة استنفار مثلا. إذا ممكن أن لو فيرب اتر يتبع بعدة كلمات، وكذلك وهنا وجه التشابه مع لو فيرب افوار، ممكن أنه يتبع بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل ما فيفيد لو باسي كومبوزي أو يفيد زمنا مركبا آخر. طبعا بنفس الطريقة إذا صرفنا لو فيرب اتر في البريزون ثم اتبع بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل اخر، اذا هنا سنحصل على لو باسي كومبوزي بنفس الطريقه مثل لو فيرب افوار. طبعا في هذه الحاله كما ذكرنا انه يعتبر اوكسيليير، لان لو باسي كومبوزي النظام ديالو هكذا، انه باش يكون واحد الفعل في الباسي كومبوزي، وطبعا الباسي كومبوزي انه تفيد الماضي بواحد الطريقه معينه. اذا باش يكون عندنا واحد الفعل مصرف في الباسي كومبوزي، اذا طبعا النظام ديالو هو هذا، يكون عندنا اوكسيليير يا اتر يا افوار في البريزون زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. طبعا ذكرنا فيما سبق يعني قاعده مقربه امتى نستعملوا اتر وامتى نستعملوا افوار. اذا اول حاجه تنشوفوا المعنى ديال العبارة اللي غنستعملوا فيها الفعل، واش هاد الفعل تيتعلق بيا أنا. نقول مثلا نصون بارتي،
إذا نحن انطلقنا، فنحن الذين انطلقنا بأنفسنا، أو أن الفعل صادر من الفاعل إلى مفعول به كما نقول، إلى مفعول به مثلا. إذا هنا طبعا نستعمل مثلا لوكسيليار أفوار باش نصرفو هذا الفعل في الباسي كومبوزي، ضروري من أوكسيليار أفوار أو إتخ. طبعا ذكرنا كما قلنا كيفية التفريق بينهما، نصرفه في البريزون ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، فقط كإشارة أنه عندما نستعمل لوكسيليار إتخ يجب الانتباه إلى الجمع وإلى التأنيث. عندما يكون الضمير أو الفاعل يعني في الجمع طبعا نضيف اس، وعندما يكون مؤنثا نضيف أ حتى ولو كان في المفرد. الآن سنرى لو باسي كومبوزي دي فيرب برونومينو. هنا قاعدة عامة، تو لي فيرب برونومينو سو كونجيغ افيك لوكسيليار اتر. ملي تنتكلموا على لي فيرب برونومينو تتكون مضافة لها سه، هي اصلا تتعلق بالافعال الصادرة من الفاعل الى الفاعل نفسه. عندما نتكلم مثلا عن سولوفي كما عندنا في الجملة الاولى، طبعا سولوفي يعني وقف، اذا سولوفي المقصود بها وقف من مكانه او استيقظ او استيقظ من النوم. اذا كأننا نقول بان الشخص اوقف نفسه، وكأننا نقول بان الشخص ايقظ نفسه. ممكن في حالات اخرى تنتكلموا مثلا على جماعة، اذا تنتكلموا على جماعة مثلا كوحدة، نقول مثلا إلصبات انهم يتعاركون او يتصارعون. اذا طبعا نتكلم عن مجموعة اشخاص كأننا نتحدث عن وحدة تصارع نفسها، اذا نقول إلصبات. ممكن في حالات اخرى اننا نتكلم عن مجموعة اشخاص يتبادلون الصراع، يتبادلون الضرب الى غير ذلك. إذن كأننا نتكلم عن وحدة يصدر من الفعل وينتهي إليها. إذن عموما نتكلم عن فاعل يصدر منه الفعل وينتهي إليه. مثلا عندنا هنا hier je soulevais à midi، بالأمس hier بالأمس، je يعني أنا، ثم عندنا soulevais استيقظ à midi عند منتصف النهار، à midi عند منتصف النهار. إذا ماذا يمكننا أن نقول هنا؟ أولا يجب الانتباه إلى هاد سه التي تسبق الفعل، يجب أن نعرف بأنها تصرف أيضا. مع جه تصبح مه، مع تي تصبح ت، مع إيل تعود فتصبح سه، مع آل نفس الشيء، مع أون نفس الشيء أنها تعود فتصبح سو، ثم مع نو أنها تصبح نو، ثم مع فو أنها تصبح فو، ثم مع إيل أفيك أس تعود فتصبح سو. أيضا مع آل أفيك أس نتكلم عن هن يعني في الجمع، أيضا تعود فتصبح سو، تعود إلى طبيعتها. إذن هذه سو التي تكون مع الفعل الانفينيتيف عندما يكون في أصله غير مصرفا، طبعا أنها تعود لأصلها، مع إيل بدون أس أو آل بدون أس نتكلم عن هي أو أون. إذا نقول مثلا الناس تخرج، إذا نقول أون صار، أون صار تماما مثل إيل صار، أو مثلا آل صار هي خرجت، آل صار إيل صار هو خرج، أون صار أننا نخرج أو أن الناس تخرج، أن تبقى بهذا المعنى يعني أن غير محددة في ضمير، ولكن الفعل يصرف معها كما لو يصرف مع إيل بدون أس أو آل بدون أس. طبعا سه تعود إلى طبيعتها، مع إيل بدون أس، مع آل بدون أس، مع أون، ثم مع إيل بأس نتكلم عنهم، نتكلم عن إيل في الجمع، ثم مع آل بأس، ثم مع آل بأس إذا نتكلم عنهن. إذن أيضا تعود هذه السه إلى طبيعتها، مع بقية الضمائر طبعا، مع ج تصبح م، مع ت تصبح ت، مع نو تصبح نو، مع فو تصبح فو. إذن هنا أولا سنقول جو مو ليف، جو مو ليف
طبعا هذا في البريزون جو مو ليف، ولكن في الباسي طبعا سنقول جو مو سوي، جو مو سوي لوفي. طبعا كما راينا فيما سبق لو كان عندنا غير فعل لوفي اذا سنقول جو سوي لوفي. الطريقه التي راينا فيما سبق سنقول جو سوي لوفي، لكن هذا سو علينا ان نصرفها سنقول جو مو سوي لوفي، يعني انا استيقظت اميدي اميدي. نضيف بعض التعديلات هنا، كما نلاحظ باننا نضيف بعض التعديلات فقط. اولا الفعل يصرف مع اتر لانه ستافير برونومينال. ثانيا يجب ان نصرف هذا سو مع جو فتصبح ما، اذا سنقول جو مو سوي لوفي، انا استيقظت اميدي. طبعا بنفس الطريقه اذا كنت اتحدث عن اماسكولا غيبقى لو بارتيسيباسي عادي، لكن اذا كنت انا مؤنثا، اذا كنت انا انثى الذي اتحدث، اذا كنت بنتا او امراه طبعا هنا سنضيف أه بنفس الطريقه كما راينا. ثم عندنا نو، ثم سوكوشي. سوكوشي كما نقول انك تنام، تري طار ديمونش، تري طار ديمونش. المعنى الظاهر هنا اننا نمنا تري طار، يعني متاخرين جدا، تري طار متاخرين جدا ديمونش يوم الاحد. اذا ماذا سنقول هنا؟ كيف كون غادير؟ اذا نو زالون دير نو نو. طبعا هاد سو ستقلب الى نو، سنقول نو نو. ثم نو نصوم كوشي، نو نصوم كوشي، نحن نمنا. طبعا بنفس الطريقة اكيد مادام نتكلم عن نو اذا نتكلم عن الجمع، اكيد اننا سنضيف اس. يبقى الاحتمال اخر، اذا كنا ذكورا من نتحدث طبعا نضيف فقط اس، نكتفي بهذا اس الخاصة بالجمع، لكن اذا كنا اناثا طبعا هنا علينا ان نضيف او اس، علينا ان نضيف او اس. عموما ناخذ احتمال اننا ذكورا من نتحدث لان في الغالب هذا الذي يحدث، اذا سنقول نونصوم كوشي تري طار، نونصوم كوشي تري طار ديمونش، نحن نمنا جد متأخرين يوم الأحد، نحن نمنا جد متأخرين يوم الأحد. أبخي نبخونو لا تخوزيام خاز مارك إي بولا. أبخي أنا لو فيرب سو رونكونتخي بوندون لي فاكونس، بوندون لي فاكونس. ألوغ كيسكو غادير إيسي؟ مارك إي بولا سو رونكونتخي بوندون لي فاكونس. الوغ اذا مارك اي بولا، اذا هنا تنتكلم على ايل افيك اس، اذا واضح هنا اننا نتحدث عن ايل افيك اس مارك اي بولا. اذا طبعا اولا سنقول كما نقول ايل افيك اس سو سون رونكونتري، سو سون رونكونتري. طبعا سو تعود الى اصلها مع إيل أفيك إس، وبالتالي ستعود إلى أصلها مع مارك إي بولا. ثم نصرف لو فيرب إتر بنفس الطريقة كما رأينا في البريزون، إذا سنقول مارك إي بولا سو سون رونكونتخي. طبعا لو فيرب رونكونتخي كما نلاحظ أنه ينتهي بـ إر، سنحذف إر ونضع أو أكسون إيغي، ثم نتبعه بإس، ثم نتبعه بإس ديال الجمع. إذا مارك إي بولا سو سون رونكونتخي pendant les vacances، يعني ان مارك وبولا انهم التقوا كلاهما التقى الاخر. مارك وبولا se sont rencontrés pendant les vacances، اذا مارك وبولا انهما التقيا اثناء العطله. après nous prenons la quatrième phrase on a tu après on a le verbe se réveiller، يعني استيقظ. كما نقول ايقظ نفسه، أكيلو سمتا، في أي وقت هذا الصباح؟ كما نقول في أي ساعة هذا الصباح؟ أكيلو سمتا، في أي ساعة هذا الصباح؟ إذن أنت استيقظت في أي ساعة هذا الصباح؟ أو أنت استيقظت في أي ساعة هذا الصباح؟ المقصود أنت استيقظت في أي وقت هذا الصباح؟ إذن تي تي ريفيي
Tu t'es réveillé à quelle heure ce matin? أنت استيقظت في أي ساعة هذا الصباح؟ كما تلاحظ بأن الفيرب برونومينو المتضمن لهذا السو في أول الفعل أنها تحدث من الشخص وإليه، وهذا لماذا نستعمل لوكسيليغ أفوار؟ نستعمل لوكسيليغ إتر لأنه يعبر عن كينونة الشخص، لأن لوكسيليغ إتر يأتي مع أفعال كما نقول تحدث للأشخاص. طبعا لوكسيليغ إتر هو الوحيد الذي يعبر عن الأفعال التي تحدث للأشخاص، طبعا هي صادرة منهم وإليهم. تتغيبيه أنت استيقظت، كما لو نقول أنت أيقظت نفسك. وبالتالي لوكسيليغ كونفنابل وسيفير برونومينو سي لوكسيليغ إتر، المساعد المناسب لهذه الأفعال سي لوكسيليغ إتر، إذن هو المساعد إتر. Tu t'es réveillé à quelle heure ce matin؟ أنت استيقظت في أي ساعة هذا الصباح؟ إذن ماذا سنقول هنا؟ Tu، طبعا سو ستقلب إلى تو، إذن سنقول Tu te، ثم عدنا le verbe être مع tu، سنقول tu y. إذن سنقول ماذا؟ Tu t'es، لأن te te منتهية بأ، ثم عدنا tu y، هذيك اي ديال اتر مبدوء ب أ، وبالتالي سنحذف أ الخاصة ب ت، وبالتالي سنحذف أ الخاصة ب ت، ثم نضع أبوستروف. إذا سنقول tu t'es réveillé. طبعا tu عندما نتكلم عن tu، إذا هنا نتكلم عن المفرد، نتكلم عن شخص واحد نقول له tu، يعني أنت أو أنت. يبقى الاحتمال فقط هل نوجه الخطاب إلى مذكر أو إلى مؤنث. إذا كنا نتحدث مع مؤنث، إذا كنا نتحدث مع بنت مثلا، إذا هنا نضيف أ. Tu t'es réveillé، tu t'es réveillé à quelle heure ce matin؟ إذا نقول في الأصل tu y. أنا قلت tu y. هذه ديال avoir، عندما نصرف avoir في البريزون نقول j'ai tu y il a، نقول tu y. أما le verbe être في البريزون فنقول je suis tu y il est، مع tu عندنا a ديال être، وبالتالي مع tu نقول tu t'es réveillé à quelques heures ce matin. Après on a est-ce que vous Thomas écrire pendant les vacances، est-ce que vous Thomas écrire pendant les vacances. هل أنتم كتبتم لبعضكم بعضا pendant les vacances في العطلة؟ إذن سنقول ماذا؟ هل أنتم كتبتم لبعضكم بعضا pendant les vacances أثناء العطلة؟ إذن سنقول ماذا هنا؟ Est-ce que vous vous êtes écrit pendant les vacances؟ Est-ce que vous vous êtes écrit pendant les vacances؟ لأن le participe c'est le خاص بفعل écrire عادة هو écrit، إذن s'écrire le participe c'est le خاص به هو écrit، إذن سنقول Est-ce que vous vous êtes écrit pendant les vacances؟ هل أنتم كتبتم لبعضكم بعضا في العطلة؟ ثم عندنا je se changer avant le match، je se changer avant le match. إذن سنقول ماذا؟ طبعا مع je se تصبح me، إذن سنقول je me، طبعا être مع je نقول suis، je me suis changé، أنا غيرت أو بدلت، أنا تبدلت جا واحد في بلاستي، إذن سنقول je me suis changé، يعني أنا بدلت أو غيرت avant le match، قبل المقابلة، يعني أنه تم التغيير ديالي قبل من المقابلة. Je me suis changé avant le match. إذن هنا عادة نتحدث عن المذكر، ولكن ممكن يكون عندنا جوه تعني المؤنث. تقول بنت ما أنه تم تغييرها قبل المقابلة، إذن طبعا نضيف في هذه الحالة لأن الفعل مصرف مع إتر.
أت إتر كما نقول بأنه يعتبر مثل الرابط. كلما تغير الفاعل من التذكير إلى التأنيث أو من المفرد إلى الجمع إلا ويتغير الفعل أيضا في صرفه والمتمثل في البارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه. ثم الجملة الموالية أل ساشتي أل ساشتي ساشتي كما نقول اشترى لنفسه ساشتي. ممكن نتحدث عن أشتي يعني أنه اشترى أو ساشتي ساشتي كما نقول اشترى لنفسه. إذا سنقول هنا ماذا؟ أل ثم عندنا ساشتي إن غوب pour le mariage de son frère. Une robe pour le mariage de son frère. يعني أنها اشترت لنفسها une robe. يعني فستانا pour le mariage de son frère. من أجل زواج أخيها. يعني هي اشترت لنفسها واحد الفستان اللي غتلبسه مثلا في زواج أخيها. إذا سنقول ماذا؟ قال كما نلاحظ ساشتي. إذا اشترت لنفسها كما نقول une robe فستانا pour le mariage de son frère من اجل زواج اخيها. اذا عندما ياتي الحفل الخاص بزواج اخيها ستلبس هذا الفستان. اذا سنقول ماذا؟ هل طبعا هذا سه ستعود الى اصلها. ثم ان اتخ مع ال نقول الي الي. اذا سنقول ماذا؟ ال سي ال سي تاشتي ال سي تاشتي يعني ان اشترت لنفسها. ال سي تاشتي ان اشترت لنفسها. طبعا نضيف في هذه الحاله لان لو بارتيسيباس الخاص بفعل ساشتي انه مصرف مع ال. اذا سنقول ال سي تاشتي ان روب بور لو مارياج دو سون فرير. ان روب بور لو مارياج دو سون فرير هي اشترت لنفسها فستانا من اجل زواج أخيها. pour le mariage de son frère. Après on a nous se promener. نقصد بها تنزه كما نقول نزه نفسه. تكلم عن النزه. تكلم عن النزه. إذن عندنا nous se promener dans le jardin. نحن تنزهنا في الحديقة. إذن ماذا سنقول هنا؟ إذن سنقول هاد سو مع نو ستقلب إلى نو. هاد سوه التي تسبق الفعل سبخمني هاد سوه ستقلب إلى نو مع نو. نقول نونو ثم نأتي بالفرب أتر مع نو ثم نأتي بالفرب أتر مع نو. طبعا هنا ستانوكسيليار هنا كما قلنا ستانوكسيليار هنا طبعا سيكون فقط مساعد لأن الهدف ديالنا هنا هو نصرفو الفرب سبخمني. لا نركز على لو فيرب اتر هنا لكن لو باسي كومبوزي طبعا خاصة الخاص بلي فيرب برونومينو انه هكذا تيقول لك ضروري يكون المساعد هنا ومع لي فيرب برونومينو ما غيكون المساعد الا اتر هكذا ثم ياتي لو بارتيسيباسي من غير هذه الطريقة الفعل ماشي في الباسي كومبوزي. اذا سنقول ماذا؟ نو نصوم promener. Nous nous sommes promenés. إذا نحن تنزهنا. Nous nous sommes promenés. طبعا سنضيف S مادام هاد نو أنها تعني التذكير. طبعا هي جمع. لكن في حالة التأنيت نضيف ES. لكن في حالة التأنيت نضيف ES. نضيف ES. إذا نقول Nous nous sommes promenés. طبعا نضيف ES. نبقى هنا في الاحتمال الغالب. طبعا نضيف اس. نقول نونو سوم بخوموني دون لو جاردان. نحن تنزهنا في الحديقة. نونو سوم بخوموني دون لو جاردان. ثم عندنا إيل سو ريفي. هنا عندنا إيل افيك اس. قبلها رأينا تو ثم رأينا سو ريفي. هنا عندنا إيل افيك اس يعني هم ثم عندنا فعل استيقظ أو التور مع التامينة مثلا أو يتور دي ماتا مثلا أو يتور دي ماتا مع التامينة صباحا. إذا نقول ماذا؟ إيل طبعا مع إيل افيك اس كما رأينا أن هاد سوه تعود إلى أصلها. إذا سنقول إيل سوه ثم
ثم عندنا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر كاوكسيليير طبعا سياتي كمساعدون مع ايل افيك اس نقول ايل سون، مع ايل افيك اس نقول ايل سون. اذا نقول هنا ايل سو سون، ايل سو سون ريفيي، ايل سو سون ريفيي. طبعا سنضيف اس، سنضيف اس. واضح جدا بان ايل افيك اس تعني الجمع المذكر، لان ايل افيك اس تعني الجمع المذكر. ثم عندنا تي، ثم لو فيرب سابيي ماشي لو فيرب ابيي. ابيي كما نقول انك تلبس شخصا، هنا عندنا لو فيرب سابيي يعني البس نفسه، المقصود كما نقول فعل لبس، فعل لبس كما نقول في اللغه الفرنسيه البس نفسه. اذا نتكلم على لو فيرب سابيي في الاصل ديال هنا سو ابيي، سو ابيي. طبعا هاد اش كانها لا تنطق، وبالتالي كان هذا الفعل كما لو انه مبدوء بهدأ، اذا هو مبدوء بانفويال، وبالتالي تسهيلا للكلام سنحذف هد اه الخاصه بالسه ثم نضع ابوستروف فنقول سابيي بدل سؤابيي، بدل سؤابيي. اذا نقول ماذا؟ طبعا نقول تيت تيت، ثم مع تي طبعا اتر نقول تيي، اتر في البريزون مع تي نقول تيي. اذا نقول تيتي، اذا في الاصل تيتو تيتو، ثم ناتي باتر في البريزون مع تي نقول تيي، نضيف تو اذا نقول تيتو اي، تيتو اي. بنفس الطريقه غنحذف او ونضع ابوستروف باش ما يتلاقاوش عندنا دو فويال، ما يتلاقاوش عندنا صوتيين او ديال تو ثم او ديال اي ثم او ديال اي الخاصه باتر. اذا نقول تيتي تيتي ابي، اذا انت لابست دون لو سيجور تيتي ابي. في حاله اذا ما كنا نخاطب مؤنثا طبعا بنفس الطريقه نضيف او، تصبح عندنا تيتي ابي دون لو سيجور، تيتي ابي دون لو سيجور. في حاله المذكر طبعا نقول تيتي ابي دون لو سيجور، انت لابست تيتي ابي دون لو سيجور، انت لابست في مكان الجلوس، انت لابست في مكان الجلوس، انت لابست في مكان الجلوس. طبعا لو سيجور ممكن انه يعني البيت، ممكن انه يعني المنزل، ممكن انه يعني المسكن، ويعني ايضا المكوت في مكان ما، ويعني ايضا المكوت في مكان ما. عندما كنت موجود بمكان ما انت لابست، انت لابست عندما كنت موجودا بمكان ما، ممكن انه يعني هذا. Tu t'es habillé dans le séjour. Tu t'es habillé dans le séjour. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.